بهلله. عطنا سعود الان يا سعود، عطنا سعود في الغرفه وبعد ذلك خلونا ناخذ من راس الرجال، يمكن احنا ظالمينه، يمكن ما هو يمكن. نعم يا ابو اهل المحزاب سعود، ما تباضح، وقف على كاميرا، وقف، نزل الكاميرا، نزل الكاميرا شوي، نزلها، وقف وقف كذا، هي ايش قصت؟ وقف، لا طال عمرك، ماني موقف، ما انت موقف، خلاص سكر، خلاص شكرا شكرا، عطنا الفيديو خلاص، ما تلام والله الطالع اصلا، ما ليش ما بتسوي كذا وما ليش ما وقف؟ يقول ما ماني بالله اوقف لكم، ليه؟ يقول ما انا بالكادر تصوير وناخذك بسرعه، عطنا الفيديو، هذا هو اللي ما وقف ولا شاف احد. هو وين المحل؟ شوف محمد، شوف طالع ويتمشى، واصلا واضح ما عنده غرض، اخذ معه كيس، معه شيء، معه غرض، ما عنده، يتمشى يشوف، يقول وش حزته؟ ما عنده، وفي يده جوال ترى على فكره، وش حزته؟ هذه حزه بين العصر والمغرب، بين العصر والمغرب، عصير فايت، عصير فايت، سعود ومعه جوال في يده ترى على فكره، ولا بتقضى، يمر على المحلات فاضي، يقول كم ايجاركم؟ كيف الشغل عندكم؟ سعود المكاحله بصراحة، يعني حتى إذا كان خرج، إحنا يعني بكل صدق يعني ونكون واضحين شوي، إحنا بصراحة ما فقدناك سعود، يعني وحتى طلوعك، يعني طلوعك أو جلوسك في المنتجع ترى نفس الشيء، يعني أنت باللي طلعت وعودت بقوة، ولا لا يعني هذا الشيء اللي يقهر يعني بصراحة، واللي يحز الخاطر إن ما حد درى ولا حد مهتم، وحتى اللي صورك أنا ما أدري كيف، يعني كيف صورك، لا كان من احد يعني يعرفك او شيء وصورك كذا، وعشان جيبك عندنا، وعز الله انك خربت كل المخطط اللي كان مخطط لك، اذا كان هذا من ترتيب فريق الدعم، يعني المفروض انه يعني كان يبونك تطلع معنا في زوم وناخذ ونعطي معك، يكون فيها رفعه رتم، لكن افلست انت الحين يا سعود، لا انت بلي طلعت معنا في زوم ووقفت للكاميرا، هذا هو وقف الان، لكن ما عاد نبي، خلاص ما احترم، ما عاد نحترمك يا سعود، لكن يا سعود لازم تلحق نفسك، الموضوع يعني استفحل كثير، انا ما ادري هل في اذن، يعني لا يطلع لنا بعدين يقول لا انا مستاذن من الاداره، يا شباب الاداره عندها هو مستاذن خروجه، فعلا لو هو مستاذن من الاداره، لو مستاذن من الاداره كان طلع ووقف وقال يا الربع انا مستاذن، وقفوا انا هو الان يمارس مهما كان، يعني خروجك صراحه يعني هذا شيء مو بصادم لنا، يعني قبلك جبنا تقريبا 6 طالعين والموضوع مر، نرجع للتصريح الناري القنبلة في برامج الواقع اللي طلع 6 مرات، يمكن سعود بعد مو بالحالة، يمكن سعود مو بالحالة، شفت البوفية اللي جنبها، يمكن نواف ياكل جنبها، كيف 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 شفت في بوفية اي واضح، يمكن نواف داخل ياكل عادي دي، ترى والله جد نواف عقاب، نواف عقاب تلقى مع شو اسمه الثانية، شو قال له ذا من اللي كان طالع؟ أيمن الضفيري؟ أيمن الضفيري والشباب كلهم موجودين في المحلات اللي جم، والناس فعلا ما لا منتشرين؟ إيه شفت السياح اللي أول مرة يجون سوق شعبي ونزلهم يعني عند الزاوية يقول يلا روحوا تمشوا وتقضوا وتعالوا بالضبط، يعني سعود المكاحلة إذا كان الموضوع هذا كله مخطط له فالمخطط فشل، وأنت إذا بتستمر على وضعك هذا فأنت بتفشل حتى في البرنامج، تدارك نفسك يا سعود والله يعين. أبو مشعل الأمر سمج مثل ما قلت ومصخت، والله العظيم نودي يعني أني أدور مثل ما قلنا أن الأخطاء 3 أنواع، خطأ ما تقدر تقول عنه صح، وخطأ ما تقدر تقول عنه خطأ، وخطأ تقدر ترقعه، لكن سعود والله العظيم يعني مثل ما قال أبو منصور، حنا يعني ما أذكر أن كان فيه من المحاور اللي في زوم يمكن نص محور كان فيه سعود المكاحلة ولا محور، عاد يوم جيت في فقرة زوم محاور زوم جيت بالشكل هذا، يعني اللي يعني منع من العقوق، انا ما لوم سعود، تبي الصدق انا ما لوم سعود، هذا هو الكلام، انا ما لوم سعود، يعني في 6 أمس طلعوا وما صار لهم شيء، بكره بيطلع لك فلان 7 على فكره اللي بكره بيطلع فلان وبعده بيطلع فلان وبعده بيطلع فلان، فكل واحد يبي يطلع، اذا ما جاء السلطه العليا تركي الدوسري وحط له عقاب رادع لمن يخرج من المنتجع، ولا ما في فائدة على البرنامج. السلام، أنا أقول إن أنا والله من أول أقول نتمنى خصومات، لكن الآن في الوضع الراهن أنا أقول الله يعينه بسلطة.
والله اني اتعزز له واقول الله يعينه. ابو سلطان حر في موقف حرج؟ لا لا ما هو في موقف حرج. ابو سلطان بيدخل عليهم، انا متوقع انه ابو سلطان بيدخل الدخول اللي ما مر على برامج الواقع، وبيصدر القرارات اللي ما مرت على برامج الواقع، لان الوضع اللي احنا جالسين نعيشه من استهتار مثل ما قلت لك، عندهم حلين، هم انهم يطلعونهم كلهم ويعطونهم جوالاتهم ايه؟ ولا انهم يسجلونهم ومع كلهم. نعم هذا الكلام، ولا يخربون برنامجنا. نعم اما الوضع ده سبهله له مثل ما قال ارشيد، والله سبهله. طيب ناخذ محورنا الثاني بعد هذا المحور المزعج، المحور يا اخي والله قهر ابي سعودنا. طيب كيف يا اخي سعود كيف ما يبينا